السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، إن الله عز وجل يقول في آخر سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس، قلنا الوسوسة هي الكلام الخفي، كلنا يشعر به، كلنا يشعر بأنه أحيانا يأتينا في قلوبنا خواطر سيئة، خواطر فيها اعتداء على الآخرين، أو تعدي على حرمات الآخرين، أو سوء ظن في الآخرين. هذه الأشياء التي تأتينا مما لا ترضي الله عز وجل، والتي نعرفها بعرضها على القرآن الكريم. قال العلماء في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، قالوا: إن للشيطان، وانتبهوا أرجوكم، إن للشيطان 6 درجات من الوسوسة في قلب بني آدم. أعلاها أن يوسوس للإنسان بالكفر والشرك، يعني أعلى شيء الشيطان يأتي للإنسان بيقول له: هذا الكون ما له رب، هذا لوحده هكذا حدث لوحده طبيعة، فإن صدقه هذا بالنسبة للشيطان منتهى أمله، فإن قال له: لا مستحيل هذا الكون، لا بد له من صانع، بيقول له: إيه موجود لكن معه واحد ثاني، فيدخله بإيه؟ في الشرك. إذن في الكفر والشرك. فإن يأس منه لم يستطع أن يقنعه لا بالكفر ولا بالشرك، وسوس إليه بالبدعة، يعني باختراع عبادة ليست صحيحة، باختراع عبادة لم يأذن بها الله عز وجل. هذه البدعة اختراع عبادة، وعبادة ليس لها أصل، أو عبادة لها أصل فيأتي فيزيد فيها أو ينقص والعياذ بالله. فإن يأس منه وسوس إليه بالكبيرة وبالفعل الكبائر، فإن يأس منه لم يستطع أن يوقعه في الكبيرة، مع العلم بأن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة قد يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن فإن يأس من أن يوقعه في البدعة أوقعه وسوس إليه بالكبائر، فإن يأس منه لم يفلح كيده في هذا الأمر وسوس إليه بالصغائر، فإن يأس منه حتى الصغائر لم يستطع أن يوقعه بعد أن وسوس له بها، لم يستطع أن يوقعه بفعلها، وسوس إليه بالمباحات، يعني يوسوس إليه بالأشياء التي مباحة، لا ثواب ولا عقاب، شيء لا ثواب عليه ولا عقاب عليه، فقط حتى يضيع له عمره ويذهب عمر الإنسان سدى. فإن يأس منه حتى المباحات، يعني لم يفلح كيد الشيطان في أن يوقع الإنسان فيها، وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. المفضول يعني الذي ثوابه أقل، يأمر يزين له عبادة صحيحة مأمور بها شرعا لكن ثوابها قليل، حتى يصرفه عن عبادة ثوابها أكبر. شوف، انظروا إلى كيد الشيطان كم هو شديد، نسأل الله العافية لنا ولكم. أتتصورون أن الشيطان ينصح الإنسان بعبادة ليصرفه عن عبادة أعظم منها؟ وسوس إليه بالمفضول من الأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم إخواني الكرام من الشيطان وشركه، ومن الشيطان ووسوسته، وأن نكون دائما في حالة يقظة نعرض الخواطر التي تأتينا في قلوبنا على قال الله وقال رسول الله، حتى نميز خيرها من شرها. نسأل الله الحفظ لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.